عام على مقتل صالح، فانطوت صفحته إلى الأبد. لكن الحديث عن وقوفه ضد الحوثيين قبل مقتله، هل سيغفر له جرائمه؟ أم أن صالح سيظل في تاريخ اليمنيين خائن الجمهورية الأول والقاتل القديم الجديد للشعب؟ أهلا بكم. طيلة الحرب لم يتوقف حديث صالح على أن المعركة تدار من مخزونه من الأسلحة والصواريخ، ولم يتوقف عن قتل اليمنيين بجنوده وميليشيات حزبه. أكد ذلك في أكثر من خطاب، ولا تزال المدن والجراح شاهدة على ذلك. تماهى الرجل مع الإماميين الذين قدحهم في أكثر من مناسبة سابقة. في لحظة انتقام قرر الرجل أن يضع يده في يد الذئب الذي قتله لاحقا. كان صالح يعرف أنه عمل غير صالح، لكنه انتصر لخصوماته وسلم الجيش للحوثيين في سبتمبر 2014. وحين أصبحت النار فوق منزله، هتف بالثورة والجمهورية وضرورة مقاومة الإمامة. فهل أصبح صالح فجأة بطلا جمهوريا؟ أم حاول حماية نفسه وتدارك ما يمكن تداركه؟ نحن حتى الآن في المؤتمر الشعبي العام أرسلنا متطوعين من المقاتلين. أما وقد رمى برهانه الأخير على التاريخ، فهل أحسن التاريخ سرد الرواية وصنع خاتمته؟ ومستعدين الآن أن نرفدها بالجيوش الموجودة في حوزة المؤتمر الشعبي العام في كل المحافظات. عام مضى على مقتل صالح، يتذكر اليمنيون عهده المليء بالفساد والمكائد والتناقضات وتاريخا مثقلا بالجريمة. قتل صالح على يد شركائه في الانقلاب، عبارة لا يمكن محوها، ولا يمكن أن تغفر لصالح وحزبه والقوات الموالية له ذنب خيانة الجمهورية والتفريط بشعب وبلد كاليمن. الذي بيقاتل وفي تعد إرهاب، كلهم دواعش، والذي بيقاتل في المخا دواعش، ولكن هناك رجال وشخصيات بالقناصات. يقول الكثير من اليمنيين أن مقتل صالح على يد حلفائه الحوثيين لن يطهره من جرائمه وتواطئه معهم، وليس من السهولة غفران تسليم دولة وأعناق اليمنيين لميليشيات نكاية بخصومه. هكذا إذن ينتهي عهد صالح، ليبقى تاريخه المليء بالتناقضات شاهدا على كل جرائمه. تناقضات صالح في مواقفه مع الحوثيين منذ بداية الحروب وحتى اللحظة الأخيرة تخرس الأصوات والمحاولات لتسويقه كبطل اللحظة الأخيرة. إلا شتائم وكلام ومش عارف إيه، وشعار الموت لأمريكا والإسرائيل. الموت لأمريكا والإسرائيل فين؟ في مران والرزامات؟ كلام. تريد أن تعود يا بدر الدين الحوثي إمام؟ تريد أن تعود يا حوثي إمام على اليمن؟ ألم يكن الحوثيون شرا مسلطا على البلاد حين خاض ضدهم حروبه الستة؟ وكان الحوثيون هم أنفسهم الشرفاء ورجال الوطن المخلصين، كما سوقهم صالح لمناصريه وأتباعه من أفراد الجيش وحزبه حين استدعت نقمته على الثورة للتحالف معهم. ما بش بيننا وبين الحوثيين شيء. الحوثيين كان، وأنا كنت على رأس السلطة، كان في خلاف إداري، خلاف قانوني. وهم أيضا من أصبحوا خطرا على الوطن والجمهورية حين وجهوا أسلحتهم نحو منزله. عنجهية وعنصرية وطائفية وكلام غير مقبول. إزاء هذه التصرفات الرعنة وآخرها الليلة من دو بعد العصر وحتى هذه اللحظة قبل أذان الفجر، وهما يقصفون الأحياء والمساكن الذين تتواجد فيهم القيادات المؤتمرية والشخصيات الاجتماعية ومساكن علي عبد الله صالح وأقربائه للتخلص منه. تمضي الذكرى الأولى لمقتل صانع الخراب الكبير، لكن صالح لم يعد فردا، فقد أصبح ظاهرة ورثها لمن بعده، وتركة كبيرة من الفساد التي خلفها لليمنيين.
يقاتل أتباع صالح على إنتاج أسطورة الزعيم المناضل وتخليد معركة ديسمبر باعتبارها ثورة جمهورية، غير أن التاريخ يسمع للجميع لكنه لا يكتب إلا الحقيقة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، وسينضم آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عبد الباقي. مساء النور. إذن اليوم هي الذكرى الأولى لمقتل صالح على يد الحوثيين، وهناك جدل واسع كما تابعته في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وغيره. ماذا تقول أنت في هذا اليوم؟ أولا دعينا نقول أن عشان الناس تفهم، يعني أنه نظرا لفشل السلطة الشرعية في إدارة الحياة اليومية، نظرا لأن دول التحالف هي تقود الثورة المضادة، نظرا لجبروت الإمام، في حالة ما تسمى بالعلوم الإنسانية النوستولوجيا، الحنين، ربما بعض اليمنيين والناس اللي يعانوا في الداخل يجي لهم حنين إلى تلك المرحلة، إلى أنه كانوا أفضل في الماضي وكانوا في عهد صالح بعيد عن الحرب وكانوا في نعيم، نحن الآن أمام جحيم. يعني كانت هذا يسمى، وهذا أحد يعني مؤشر من مؤشرات نجاح الثورة المضادة، هما يسمى خلق النوستولوجيا، خلق الحنين. يعني الآن في حنين لسوريا، يقول لك سوريا كانت أفضل، نحن الآن في دمار، ليبيا كانت أفضل، مصر كانت أفضل، اليمن كانت في عهد صالح أفضل. هذا نظرا لأن مشروع الثورات المضادة يخلق هذه الحالة، وهي أول بداية النجاح. لكن عندما نقيم تجربة، أعتقد أنه علينا أن نقيم المرحلة، وذاكرتنا ليست مثقوبة. نحن أمام شخص سلم الجمهورية اليمنية إلى الإماميين، يعني هذا مقدمة حتى نفهم. هناك مجموعة من الشخصيات السياسية، هذا يسموها في اليمن، كانت تسمى قبيل 2011 كانت تسمى دولة اللصوص، مش لأنه مفهوم دولة اللصوص، مفهوم إنساني أيضا. دولة اللصوص أصبحت من سماتها الفساد السياسي، الفساد السياسي بمعنى سيطرة مجموعة قليلة على مقلدة الحكم، إلغاء الفوارق بين السلطات، تسخير كل مقدرات الدولة للحزب الحاكم ومجموعة من منظومة المصالح. منظومة المصالح هذه هي الآن التي تحاول أن تسوق إلى أن صفحة صالح لم تطوى وأنه بطلا وطنيا. نقول يعني أهداف سبتمبر تقول التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاته وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات، التحرر من الاستبداد والاستعمار. كل هذا العنصر وإلغاء الفوارق ألغاه السيد صالح، يعني لم يعد هذا قائم من أهداف الثورة. بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحرس الثورة ومكاسبها، وهذا أيضا بنى جيش من مناطق محددة، بنى جيش له ولا عقائد له، يعني الأمن المركزي، ميليشيات متقدمة للحرس الجمهوري، الحرس الجمهوري من مناطق طوق صنعاء، من القبائل بوساطة قبائل، اللي يدخل يجيب ضمانات من مشيوخ القبائل من مناطق محددة لأن تتجاوز آنس وذمار والمناطق المحيطة بصنعاء. بناء له ولا شخصي، قادة المعسكرات لا يتبعون وزير الدفاع بل يتبعون يتبعونه شخصيا، أو يضع أحيانا قائد عسكري وأركان حرب من منطقته، وبالتالي الأركان الحرب أقوى من قائد المعسكر. الأمن المركزي لا يتبع وزارة الداخلية، مستقل. الأمن السياسي يتبع رئاسة الجمهورية، الأمن القومي يتبع رئاسة الجمهورية، الطيران لأخيه، أركان حرب لابن شقيقة، الحرس الجمهوري لنقله، اللواء الأول مشاة لنقله، والأمن القومي لابن أخيه. وبالتالي لم يتم بناء جيش وطني لحماية الشعب. ثم بناء جيش وطني رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، لا أعتقد أنه لعب دورا في هذا، بل أدى كنا نحن مؤشرة التنمية مؤشرات منخفضة، مستوى البطالة مرتفع، مستوى التعليم منخفض،
كل هذه إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد من أنظمة الروح الإسلام لم يعني يتم إنشاء مجتمع ديمقراطي. هذا كله دكتور يؤدي إلى ما؟ لا دقيقة واحدة أكمل. العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في انطاق الوحدة الوطنية في انطاق الوحدة العربية الشاملة أدى منذ أن وقع اتفاقية الوحدة وهو وضع خطة للقضاء على الحزب الاشتراكي والقضاء على اليسار البيض والقضاء على الحزب، وبالتالي كما وقع على تسليم السلطة لعبد الرب منصور وهو وضع خطة للعودة إلى السلطة، وقع اتفاقية الوحدة وهو لديه خطة لإضعاف الحزب الاشتراكي والسيطرة على الدولة والتعامل مع عدن كما يتعامل مع تعز والحديدة وذمار، وبالتالي هذا الرجل هذه تعاملته. اثنين، هذه الأهداف الستة احترام مواثيق، طبعا نحن نتكلم عن احترام مواثيق الأمم المتحدة، لم يكتفي بتدمير الأهداف الستة، لم يكتفي بهذا، بل سلم هذه الجمهورية بعد نصف قرن لمن انتفض الشعب اليمني وضحى من أجلها، سلم هذا الإمامة ونحن نعلم أن صنعاء سلمت. بالتالي عندما نتحدث الآن بعض الناس يقول لك دعنا نتناسى الجروح، نحن الآن نتحد ضد الحوثيين، نقول للشعب اليمني إذا لم يتحالف هو مع كنا في، حتى لو لم يكن هناك انقلاب من الحوثيين أو صفوه، كنا سنصل إلى نفس المرحلة هذه. بالتالي بناء الشعوب وبناء المجتمعات الحضرية تمر بلحظات طويلة. نحن مع هذا الرجل هو نفسه دمر الدولة الوطنية، دمرها لأنه إيش عمل الدولة الوطنية؟ أضعف يعني قوى المركز اللي هو صنعاء، أضعف التخوم، المحافظات همشها، على سبيل المثال تعز محروم من الاستثمار، عدن، الحديدة، كل شيء في صنعاء مركز، بنى جيوش، حتى عدن حولها إلى معسكرات يعني يتعامل معها معاملة أمنية، شراء بعض الشخصيات بالمال والمناصب ثم خلق معسكرات وأمنيات. هذا الرجل يعني لديه مشروع السيطرة بمشروع عائلي، ولذلك قبيل حتى انتفاضة 2011 كانوا الناس يتحدثون عن الدولة الصالحية. إذن نحن أمام رجل يعني كل مكتسبات اليمن دمرها، وعلى سبيل المثال سأعطي فرصة، كانت تسمى اليمن يعني كنا وصلنا قبل 2011 تسمى اليمن يعني أن هناك الدولة اللصوص، وهي مفهوم سيسيولوجي وليس مفهوم علوم سياسية وليس مفهوم يعني صحفي. على سبيل المثال هناك كان هناك يعني وصلت لأزمة حادة، أزمة حادة. كيف تتمثل هذه الأزمة الحادة؟ أولا تعثر الحوار الوطني مع الأحزاب المعارضة وتمديد البرلمان لمدة سنتين ثم قرار المؤتمر للذهاب للانتخابات منفرد. نشأت الحراك الجنوبي وتنامي مطالبه التدريجية من 2007 حتى طالب بفك الارتباط وتعامل مع الجنوب كتعز والحديدة وأقصى كل القيادات بعد 94 وتخلى عن التجمع عليه من الإصلاح كحليف وألغى سورة علي سالم البيض وألغى الشخصية الجنوبية وتعامل مع الملف الجنوبي معاملة أمنية عسكرية، حوط عدن بمعسكرات وأمنيات وحاول لا يدرك أهمية كيف يمكن أن ندمج دولتين لديها تصورات. ثلاثة، الحروب الستة بصعدة، لو سمحت هذا مهم في التسويق حتى الناس لا ينسوا، الحروب الستة بصعدة كان توصل القوات الجيش الوطني توصل حد أنها قادرة على القضاء على الحوثيين ويعطي أوامر بترك السلاح والانسحاب ثم العودة في معارك، والهدف هو إيجاد صراع مع التجمع اليمني من الإصلاح وإضعاف حركة الأخوان المسلمين، خوف يعني خافة السعودية بوجود إيران على خسرتها والاستفادة من ذلك، وبالتالي حاول أن كان يعتقد أنه مسيطر، وبالتالي دخل في ستة معارك حروب كانت تنطلق لا ندري لماذا وتوقف بأمر منه، وكان يلعب على هذه الورقة معتقدا، ولدي معلومات دقيقة، وقال حتى الرئيس الحالي عبد الرب منصور هادي أنه كان يعطي السلاح للحوثيين ويعطي السلاح للجيش للقوات المسلحة ويعطي لهذه القبيلة من نفس المخزن. عدم حدوث تداول سلمي للسلطة خلال عقدين من عام 1990 إلى 2011 لم يحدث تداول سلمي للسلطة، مما أدى إلى تدني ثقة الجماهير يعني الديمقراطية. دكتور سنتدرج في ذلك، يعني لا أود أن ننهي كل لن أنهي ما نعم. زال إحنا معنا كتاب طويل عريض. نعم إذن اسمح لي أن ينضم معنا فقط الأستاذ ثابت الأحمدي القيادي في حزب المؤتمر عبر الهاتف من مكة المكرمة. مساء الخير أستاذ ثابت.
مساء الخير والخيرات، اهلا وسهلا بكم جميعا بضيفك العزيز وبالمشاهدين الكرام، اهلا وسهلا. اهلا بك استاذ ثابت، اليوم هي الذكرى الاولى لمقتل صالح، برايك ما الذي يجب ان يفهمه اليمنيون في مثل هذا اليوم؟ عفوا الخطيب طاهر، كيف السؤال اللي ذكرتي؟ قلت ان اليوم هو الذكرى الاولى لمقتل صالح، برايك ما الذي يجب ان يفهمه اليمنيون في مثل هذا اليوم؟ كتبت قبل قليل وقلت على غرار ما قاله ابو بكر الصديق رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يحب محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. نفس الخبر انا قلت على غرارها ايضا: من كان يحب صالح فان صالح قد مات، ومن كان يحب الوطن فان الوطن الداخل ايضا لا يموت. علي عبد الله صالح رحل رأسه للأسف الشديد للحافين، وتحالف معهم في لحظة ما كان ينبغي له أن يمس الأوراق الخطيرة، فأخذ الحوثيون رهنهم في اللحظة المناسبة، وحين استنفذوا كل أغراضهم واحتياجاتهم منه فقدموه قربانا، ومن ثم أحكموا قبضتهم النهائية للتحكم بالشعب اليمني. لا يريدون أيضا أن يكون لهم شريكا في الحكم أو مناوئا أيضا سواء علي عبد الله صالح أو غيره. نعم، هناك من يجد أن أيضا ربما إشكالية اليمن فقدت الحامل السياسي الذي كان يمكن أن يكون في يعني مشاورات أو في أي شيء، وأصبحت فقط بيد الميليشيا. بعد مقتل علي عبد الله صالح أصبحت الأمور إما سوداء أو بيضاء، يعني لم يعد هناك من مبرر لأحد أن ينضوي أو ينضوي تحت إبطة الجماعات الحوثية. كان علي عبد الله صالح يعلق على شماعات العدوان، يعلق على شماعات الاخطاء التي تحصل، هناك بعض المناورات، هناك من ذكر رماديه ربما، لكن في الواقع بعد مقتل علي عبد الله صالح اصبحت الامور لا تقبل تسمع على يعني اكثر من رغم، واصبحت المعادله واضحه جدا اسود او ابيض يعني، وبالتالي فيعني كان ينبغي على الجميع وتحديدا بعض الجهات المؤتمره التي لا تزال في صنعاء ان تحدد موقفها من هذه الجماعه، لكن للاسف الشديد كونها تحت حكم وقبضة هذه الجماعة لا تستطيع التعبير عن مواقفها الحقيقية، فخطفوا الحزب إلى جانب يعني الجماعة الحوثية، خطفت الدولة وسيطرت عليها، خطفت أيضا يعني جزء من المؤتمر الشعبي العام وسيرته لقدرتها، وأصبح فصيل معين داخل المؤتمر الشعبي العام لا يعبر عن قناعات المؤتمر نفسه، ولا ينطلق من مبادئ ولا من قيم ولا من الميثاق الوطني، بقدر ما أصبح يعبر بصورة واضحة عن الجماعة الحوثية الخميني. نعم، إذن هناك من يقول أيضا أستاذ ثابت أنه إذا لم يتعود الشعب على قول أن يقول للمجرم أنت مجرم فسوف نظل نخدع أنفسنا ونزيف الحقيقة ولن يتم بناء البلد. يعني هذا الرجل حكم الجمهورية لمدة 33 سنة وانتهى بتسليم هذه الجمهورية للإماميين، يعني هناك من يتساءل لا يستحق أن يكون موقعه في الصفحة السوداء لتاريخ اليمن؟ نشوف مسألة ما آل إليه الأمر في الواقع حتى لا نظلم هذا الطرف على الواقع، هناك أطراف عدة تورطت في التعاطي مع هذه الجماعة وتعاملت معها بحسن نية أو بسوء نية أو بسذاجة إن صح التعبير، يعني مع هذه الجماعة التي لا تؤمن بشوار ولا تؤمن بتفاوض ولا تؤمن بالسلم مطلقا ولا بالديمقراطية ولا بالجمهورية ولا ب 26 سبتمبر ولا 14 أكتوبر، تعاطى معها الجميع بعضهم جهلا وبعضهم سذاجة وشاركوا إلى حد ما، ولم يكن علي عبد الله صالح إلا القطر التي افاضت الكاس والشراب التي اشعلت السهل كما يقال بتحالفه الاخير معهم، يعني ساعدهم الحوثيين كانوا قد بداوا على السيطره يعني على بعض انفاصل الدوله وتحديدا من 2011 حين سقطت ساعدت ايديهم كامله، ثم تغولوا بعد ذلك رويدا رويدا حتى ما كانت لم استاذ ثابت، يعني دعنا لا نقفز على بعض الاحداث، يعني متى سقطت الساحه بايديهم؟ سحبت جميع المكونات وبقت كم خيمه ظلوا هم متمسكين بها. انا اقول صعد، انا قلت صعد لما قلت الساحه، انا قلت اذا العفو منك، العفو منك سمعتها بشكل خاطئ. اذا نعم، لكن نعم سقطت في ايديهم من 2011 ولن يتكلم الجميع، وكان يفترض ان يتم الحفاظ عليها في ذلك الوقت، لا نسلمها لهذه الجماعه، يعني هناك حصائر الان امامها يعني سذاجه مع جميع الاطراف. علي عبد الله صالح واحد من اللاعبين الكبار، وكما قلت هو وقع في خطيئه تاريخيه وبالنهايه دفع راسه كمان لخطيئته، يعني هذا لا مراء في ذلك ولا مكابره. نعم، اذا يعني
يعني التساؤل ربما ظهر بشكل واضح قبل عام أن اليمن ما قبل صالح مختلفة تماما عما بعد صالح، يعني ربما تغير المشهد كليا، هل تتفق مع ذلك؟ صحيح صحيح، وانا قلت قبل قليل المشهد اصبح بعده اسود او ابيض، وانحصر هذه الجماعه مباشره وعرفنا العدو مباشره وانحصر، يعني لم يعد هناك منطقه رماديه يعني بين الطرفين او بين اكثر من طرف او بين اثنين اللاعب، لا اصبح الحوثي هو عدو الشعب بصوره واضحه تماما، ولهذا يعني كثير من المتمردين من القيادات المؤتمريه اعلنوا بهم الى الشرعيه، وبعضهم غادر خارج الوطن، وبعضهم اعلن موقفه الصارم من الحوثي، وهناك جماعات تزال تحت الضرب وتحت الاكراه لا تستطيع اعلان موقف او اتخاذ موقف وطني من شرعيه في صنعاء، يعني نقدر لها هذا الوضع الذي فيه الان. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ ثابت الأحمدي القيادي في حزب المؤتمر، كنت معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة. برأيك دكتور عبد الباقي، هل أصبح المشهد بعد صالح أبيض أو أسود؟ يعني لم يعد توجد المنطقة الوسطى التي كان يمكن أن تحمل عليها كثير من الأشياء. أعتقد أن السؤال ليس بذلك، يعني المرحلة نعيش فيها هي مخرجات إدارة صالح للسلطة، هذه مخرجاته. يعني كثير مني يعتقد أنه بانسحابه الحوثيين استلموا السلطة وهذا هو الوضع، هذا هو مخرجاته، ما آلت إليه البلد من خلال حكمه. بالتالي يعني ما نحن فيه الآن هو نتيجة لسياسته في إدارة شؤون الدولة والمجتمع. رجل منح فرص كبيرة، منح فرص، يعني جاء والشعب اليمني والنخب السياسية كانت تبحث عن استقرار ووقفت كل النخب معه، كل النخب السياسية والقبائل وقفت معه نظرا لأنه يبحث عن استقرار بعد اغتيال إبراهيم الحمدي والغشمي، وبالتالي فوت هذه الفرصة. ثم وقعت له أزمات، جاءت الوحدة أعطاه التاريخ اليمني فرصة لأن يكون بطلا وطنيا، فرصة لأن يصبح يعني مرجعا وطنيا ورمزا وطنيا بتحقيق الوحدة الوطنية، ولكنه كان لديه مشروع عائلي. بالتالي الحديث عن أن الآن المرحلة صعبة هذه نتيجة لأن الذي سلم صنعاء للحوثيين، وأنا كنت من الأشخاص المتبعين حتى لترتيب اللقاءات بين الحوثيين والجماعات القبلية في المناطق، وكيف تم الاتفاق على أنه نحن نعمل مظاهرات ونظهر هكذا ونخرج مع بعض ونوقف الشوارع، أما تقولوش الصرخة نحن سنقول الصرخة، لكم الحق ترفضوها لكم، يعني بالتدريج بالتدريج. وبالتالي هو عندما وقع المرحلة الانتقالية ودول التحالف جددت له الشرعية، دول التحالف عندما حادثت النهدين وفقا للدستور انتهت صلاحيته كرئيس، ولكن تم إخفاء عن الشعب اليمني أنه في حالة غير صالحة لأن يكون رئيس، تم إخفاء الموضوع حتى عاد. ثم جددت شرعته في المبادرة الخليجية عندما منح نصف السلطة ولم يستفيد، وخطط منذ التوقيع على نقل السلطة لعبد الرب منصور هادي وهو يخطط العودة. بالتالي الحديث عن مثاليات وعن أنه كان رمزا، هذا الرجل سلم جمهوريتنا للإمامة، ولكن ليس بهذا السوء يعني نناقش هذا الواقع. أنا أعتقد أن اكتشفنا من خلال أخطاء هذا الرجل، كان في يعني الآخرين يقول لك أنه الحوثيين جاءوا نظرا لرحيل صالح، بالعكس المشروع الحوثي كان في رحم جمهورية صالح العائلية، كان في رحمها، كان ينمو، وهو ساعده حتى دعم التيار الحوثي المتشدد. كان صراع بين الشباب المؤمن بين النخب الزيدية، هناك تيار يريد البطنين في الشرعية والتيار آخر مستعد للتعامل مع الجمهورية، هو دعم التيار المتشدد، عين الشامي وهو القائد الفعلي للحوثيين محافظة لصعدة، وهو يدرك أن الشامي هو القائد الفعلي للحوثيين وهو القائد الفعلي لكل هذه العملية العسكرية. بالتالي كان كيف كان يفكر بهذه النقطة؟ يعني في صالح في خطابات الكثيرة حول الحروب السد كان يحذر من الإمامة ويحذر من الطائفية، ويعرف جيدا فكرة الحوثيين وخطورتهم على النظام الجمهوري، ما الذي جعله يتساهل معهم بكثير من المواقف في كما تفضلت، وأيضا تحالف معهم في 2014؟
في مرحلة من مراحل عندما الرجل خلال 30 عام قام ببناء جيش غير عقائدي، جيش قبائلي نفعي، جيش مناطقي، لأنه يسمى في علم الإجتماع مناطق التجنيد. يعني عندما نريد أن نقيم جيش ننظر إلى مناطق التجنيد، يسمى في علم الإجتماع هكذا مناطق التجنيد، من أي منطقة هذه النخب العسكرية. الرجل كان يسيطر على الحرس الجمهوري، والحرس الجمهوري كان أقوى من الجيش الوطني، لأنه أصبح الجيش الحرس الجمهوري أكثر عدداً، أكثر تأهيل يعني مسلحات، أكثر تدريب، أكثر سيطرة، لديه جهاز مخابرات، ولديه نفس، يعني ربما أصبح صحيح أنه الحرس الجمهوري جزء من الجيش الوطني، لكن أصبح الحرس الجمهوري يتجاوز الجيش الوطني لأضعف. أصبح الأمن السياسي يتبع رئيس الجمهورية، أوجد أمن قومي وهو يعني جماعات وشخصيات من مناطق محددة وذات ولاء محدد، وبالتالي الرجل كان يشعر أن الطيران تحت يقوده أخيه، الأمن المركزي بقواته تبعه، الحرس الجمهوري مسيطر، الأمن السياسي. الرجل يعني لا، هذه الثقة بالنفس. نعم، كيف أعطى كل ما يملك؟ هذه الثقة بالنفس، هذه الثقة بالنفس، والذي حوله المنظومة يقول له أنت هزمت الحزب الاشتراكي، تجاوزت الإصلاح، حققت الوحدة، أنت فارس العرب، أنت تتلاعب بالحزبيين، دخلت الانتخابات وجددت الدستور، غيرت الدستور، سأعطي الآن بعض النماذج من الدستور إلى آخره. هذا الغرور مع والإحساس أنه يلعب بكل الأوراق، كيف يفرط بذلك؟ كيف يفرط وسلم رأسه هو كل ما يملك بيد الحسين؟ يعني حتى حين ظهر في 2014، دعيني أكمل، اسمعني عند هذه النقطة دكتور، يعني حين ظهر بذلك الشكل المتحدي، بذلك الشكل قبلها بيومين أو 3 أيام، ظن الناس أن ما زال يملك الكثير، إذا لم يسلم كل شيء أكيد يعني لديه خطط بديلة، ولكن الجميع فوجئ بضعف الإمكانات التي واجه بها الحوثيين، لأنه تغيرت مواقفه خلال 2 أو 3 سنوات تغيرات جوهرية. يعني منح نصف السلطة، كان لاعبا رئيسيا، تحالف مع الحوثيين نظرا لأخطاء سنتحدث عليها الآن ما هي التحالفات، لأنه عدو علي عبد الله صالح الذي أخرجوا من سلطتهم جماعة شباب الثورة فبراير، تجمع عليهم الإصلاح، جزء من قبيلة حاشد، رموز قبلية من حاشد وبكيل، يعني مجموعة واضحة من الذين وقفوا ضده، وبالتالي هؤلاء الخصوم صالح هم خصوم الحوثيين، هو موقع على المبادرة الخليجية، أراد أن يضع مجموعة تحت السيطرة كما يعتقد لتتقدم المشهد، تسلم لها صنعاء. إنه خلال 3 أشهر، خلال 3 أشهر بأقصى تقدير ستنقل السلطة بعد تصفيات، بعد هذا الانقلاب ستنقل السلطة إلى البرلمان، سيدعو إلى انتخابات مبكرة، سيعود هو أو نقله أحمد، كان يخطط هكذا حتى قبل المرحلة الانتقالية، من هو كان مسيطر على القيادة العسكرية. أنت تعرفين لما كان يحصل تعديل في قيادة العسكر كان يتدخل بن عمر، وكانت الأمم المتحدة تدخل، وهناك يعني الرجل كان مسيطر، كان تقارير الأمن القومي والأمن السياسي تذهب إلى صالح قبل عبد الرب منصور هادي. لذلك خطط أنه خلال المرحلة الانتقالية هو خطط، وهو وقع الاتفاقية هذه. عبد الرب منصور هادي لم يمشي معه باتفاق النموذج الروسي عندما انتقل السلطة من رئيس الوزراء إلى الرئيس وهكذا. خطط أنه سيؤدي إلى فراغ دستوري، فراغ دستوري بمعنى أنه ضرب كهرباء، ضرب مياه، ضرب مش عارف مين، ضرب كذا، مظاهرات تؤدي إلى انتهاء السنتين دون انتخابات، سيؤدي إلى فراغ دستوري. جاءت مادة في المادة 7 فقرة باء من المبادرة الخليجية تقول أن تنتهي المرحلة الثانية بالاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس جديد. فوق بهذا جاءت حادثة العرضي، ثم بدأ بالتخطيط بعد هذا إلى إجراء انقلاب وحساب الرئيس ومحاصرته في الغرفة حتى يؤدي إلى ماذا؟ نقل السلطة إلى الراعي البرلمان وهو لديه الأغلبية، ومن ثم إجراء انتخابات، وكانت صور أحمد علي قد تم تجهيزها وعلقت في صنعاء، ولكن جاءت دخول التحالف العربي وهو لم يجي الإنقاذ وغير المعادلة، لأن لو كان التحالف العربي جاء أيضا بدون أجندات خاصة، بمعنى ليس لهم مصالح في ثورة مضادة، ليس لهم مصالح استراتيجية واستثمارية، كان علي عبد الله صالح الحوثيين انتهوا من المشهد اليمني وعابت السلطة. لكن كان الإمارات، نعم، لكن النهاية يعني نهاية صالح كانت درامية، أحدث ليست درامية، ليست درامية، لأن الفريق هو أيضا ليست درامية، نعم، كلنا نتوقع،
يقال أنه اختار نهايته بنفسه. لا لا لا, لا, لا نتحدث إحنا بعواطف، نحن نتحدث بسياسة وبوقائع. هناك مشروعين، مشروعين، المشروع العائلي للعودة إلى السلطة اللي هو علي عبد الله صالح الذي قطع معه الشعب اليمني عام 2011، هذا مشروع عائلي، وكان هناك كثير من الكتابات تقول الدولة الصالحية، وكنا نتابع الدولة الصالحية، كان هناك حديث عن الدولة الصالحية. الشعب اليمني قطع في 2011 مع الدولة الصالحية. في مشروع آخر سلالي قطع معه الشعب اليمني 1962، مشروع سلالي. هناك مشروعين لا يمكن التقيان، لأنه هذا يريد العودة إلى السلطة، هذا يريد العودة إلى السلطة. كل فريق خطط، إيران وحزب الله أيضا خططوا لكيفية. نعم، قبل أن ننتقل لإيران وحزب الله، اسمح لنا أن ينضم معنا الدكتور معن دماج الكاتب والباحث من تونس. مساء الخير أستاذ معن. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ معن. يعني ثم الجدل حاصل اليوم في ذكرى مقتل صالح، هناك من يعده بطلا جمهوريا وهناك من يجده خائنا للجمهورية، ما هي قراءتك أنت؟ يعني هذا التقييم المتناقض يعكس طبيعة المشاريع السياسية والمصالح. طبعا صالح من حيث الخلفية ومن حيث النشأة يعني كان من المفترض أنه يكون من المستفيدين من المشروع الجمهوري الذي سمحت لابن فلاح بسيط من سنحان أن يصبح قائدا عسكريا ومن ثم أن يصبح رئيسا للجمهورية. لكن المسار السياسي الذي أخذه النظام السياسي في الجمهورية العربية اليمنية ثم في الجمهورية اليمنية لا يلتقي كثيرا مع مفهوم الجمهورية. المسألة لا تتوقف فقط على موقف صالح والمؤتمر الشعبي العام بعد ثورة فبراير 2011، ولكن تتعلق بطبيعة النظام السياسي والاجتماعي وحتى القانوني لدولة اليمنية منذ 5 نوفمبر، والتي هي في الواقع وإن كانت تحمل اسما جمهوريا لكنها من حيث المضمون هي دولة سلطانية. هذه الدولة السلطانية التي تأسست منذ 5 نوفمبر وأصبحت أخذت مداها الكامل مع دولة علي عبد الله صالح، في الواقع رغم أنها قد طوضت ووجهت ضربة كبيرة جدا لفكرة الإمامة ولنظام الإمامة ولطبيعة التراتبية السلالية والطائفية والمناطقية، إلا أنها سرعان ما عكست شكل من أشكال الهيمنة الغير مرتبطة بالمواطنة المساوية، وكرست تقريبا مواطنتين على الأقل أو أكثر من مواطنة، بحيث تركزت السلطة في المنطقة الشمالية القبلية، وبحيث نستطيع أن نقول أنه تم استبدال الزعامة الإمامية الهاشمية الروحية بالزعامة الاجتماعية للمشايخ مع مشاركة ضباط الجيش. وبالتالي علي عبد الله صالح ولا في وعيه ولا في ممارسته كان ينتمي إلى فكرة الجمهورية، كان يطمح إلى تأسيس سلالة خاصة، وقطع شوطا وحول الجيش إلى إقطاعية بذات بعد جهوي، بحيث أصبحت أغلب قيادة الجيش الحقيقية وتركيبة الجيش تنتمي في الواقع ليس حتى إلى منطقة الشمال والمنطقة القبلية وحتى قبيلة حاشد، بل كانت ربما هناك ثلاث أسر داخل سنحاء تستأثر بأكثر من نصف قيادة الجيش وهي تعكس مراكز السلطة الحقيقية في الجيش والأمن والمخابرات. نعم. طبعا بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام الأمر مختلف، كثير من قواعده والناس حتى من محبي صالح هم جمهوريين وعندهم مصلحة حقيقية في الجمهورية، لكن مع التخلف الوعي السياسي ومع غياب الحركة السياسية يعني كانوا ينتمون ضد مصالحهم للمؤتمر الشعبي العام، وفي الواقع من أفرغ الجمهورية من مضمونها وحولها إلى مجرد شعار سياسي، طبقة سياسية عريضة لا توجد قط في المؤتمر الشعبي العام، ولكن توجد في قطاعات قيادة الجيش وتوجد في المشيخ القبلي وتوجد أيضا في تنظيم الإخوة المسلمين الذين كانوا شركاء لصالح في أغلب المراحل التاريخية وكانوا يمثلون الرأى الثقافية والتعبير الثقافي للنظام منذ 5 نوفمبر. نعم، إذا هناك من يقول يعني حين رحل صالح أو حين سلم السلطة كان يفترض أن تبقى مؤسسات البلد، ولكنه حين رحل لم يبقى إلا صالح المنظومة كما يقال، منظومة فساد مصالح سواء في طرف الحوثي أو في طرف الشرعية، ما رأيك؟
هو في الواقع لا نستطيع أن نفصل نحن بين كيف تشتغل المؤسسات الدولة والطريقة والتركيبة التي بنيت بها وطبيعة المصالح الاجتماعية التي داخلها. في بلداننا للأسف الشديد السلطة ليست بعد مفهوم مجرد أو مفهوم قانوني. نعم. بنيت المؤسسات بطابع شخصي واجتماعي وعضوي لها علاقة بالبنية الاجتماعية القبلية والجهوية والشخصية والعائلية، وفصل هذه المؤسسات عن هذه التركيبة يجعلها غير فعالة. هذا الأمر نفسه تكرر في سوريا، نفس الأمر في العراق، طبعا في اليمن كانت الأمر أقل سوءا لكنه كان عنده نفس البعد. وبالتالي من الطبيعي عندما يتم محاولة فصل هذه المؤسسات عن بنيتها الاجتماعية والعضوية والشخصية والعائلية ألا تصبح فعالة وألا تستجيب أيضا لمن يرأسونها شكلا وقانونا. في الواقع باقات ولاءات التي شقت المؤسسات تنتمي للنظام القديم، رغم أن من مسك الدولة بما فيهم الرئيس تهادي هم أيضا ينتمون للنظام القديم، لكنها بقت مرتبطة برجال صالح وبصالح. وأيضا كان من ضمن التحطيم الذي حدث للدولة وللمجتمع مع قيام الثورة في فبراير أن استفاقت القوى التقليدية التي تطمح للحكم والتي تعتبر أنها يعني عندها حق إلهي فيه، وهي كانت قد بنت مشروعا طويلا للكمون والانغماس في الحركة الوطنية والنقابية والسياسية والصحفية والثقافية. وعندما انهارت الدولة كانت فرصة سانحة، خصوصا أن العلاقة بجهاز الدولة والتسلل فيه والانغراس إضافة إلى تجذرها الاجتماعي الكبير كان قد بدأ، وكانت للأسف الشديد كل الأطراف السياسية تتعامل مع المسألة بخفة وكأنها تستطيع أن تستفيد من هذه القوى الاجتماعية الحوثية الطائفية السلالية الإمامية في إضعاف خصومها. في الواقع هذا التكتيك مارسه صالح، مارسه اللقاء المشترك، مارسته القوى الوطنية والثقافية بشكل عام باعتبار أنها كانت تعتبر أن هذه قوة موجودة لكن فكرة العودة للإمامة مستحيلة ولا تمتلك القوة. لكن تزاوج هذا المشروع مع مشروع عابر للمنطقة هو المشروع الثورة الإيرانية في تصدير الثورات وفي تحويل المنطقة وفرزها فرزا طائفيا على أساس الصراع السني والشيعي الذي التقى في الواقع مع المشروع الأمريكي في إعادة فرز المنطقة قبليا وطائفيا، كل تلك العوامل يعني أنتجت هذا المشهد الذي نعيشه الآن والذي يعيشه المجتمع في مخاض طويل منذ 5 أو 6 سنوات. نعم، إذن سؤال أخير دكتور، يعني هل ترى أن تركة حزب المؤتمر ممكن أن تكون في صف المعركة والجمهورية الآن كما يقول البعض، أم أن يعني التركيبة السياسية والنفعية لهذا الحزب قد يعني لا تجعلها تقف في صف الشعب؟ حزب المؤتمر الذي كان ذراع للسلطة أكثر من منه حزب، هناك تركيبة في الواقع مصلحية واجتماعية، وهناك الناس البسطاء الذين ينتمون للمؤتمر حتى يحصلوا على حقوق بسيطة في التوظيف أو على حقوقهم الاجتماعية أو ضمن الهيمنة الثقافية السائدة داخل المؤتمر. هناك تيارات كثيرة من الممكن بالعكس مصالحها بالتأكيد تنتمي لمشروع الثورة والمشروع الجمهورية، ولكن المراكز الأطراف الأساسية للأسف الشديد المهيمنة تدير المسألة بطريقة سلطوية. وكما كان متوقعا يعني انقسم المؤتمر، بقى تيار علي عبد الله صالح في مشروع علي عبد الله صالح حتى قبل الصراع مع الحوثيين، الذي هو يعتبر ان هيمنه المنطقه الشماليه القبليه لابد ان تستمر، وهذا ما صرح به مثلا حزي عبد الله الحضرمي، قال من دون رئيس يعني من هذه المنطقه لا يمكن ان تستقر الاحداث مؤخرا. وهذا التيار يمثله مؤتمر صنعاء، وهناك الذين يتموقعون مع الرئيس هادي وهؤلاء قد زادوا منذ العام الماضي بالذات في المنطقة الجنوبية والوسطى، وهناك تيار يعني لأسباب اجتماعية يستطيع الفريق علي محسن أن يتعامل معهم ويستقطبهم مثل بعض ضباط الجيش، وهذا ما حدث. لكن كان يمكن خلال هذه الفترة أن يتم الاستفادة من الصدام الذي حصل بين الحوثيين وبين صالح بشكل أفضل. للأسف الشديد كل الأطراف والحسابات الانتهازية والحسابات السلطوية لم تستفد من هذا الوضع، وهناك حتى من يجد يعني في نفسه فرصة
بعد المرارة التي يعيشها والحرب القاتمة التي يعيشها اليمنيين أن يحول الموضوع فرصة للنكاية بخصومه، ومهما كان الخلاف معهم أو الصراع معهم أو للأسف الشديد تحولت أطراف كثيرة في أو تقريبا كل الأطراف في اليمن إلى مجرد أدوات للدول الأجنبية ولمشاريع أجنبية، وبالتالي لم تستطيع أن تستفيد من الحدث. جزء كبير من المؤتمرين أصبحوا يراهنون على الإمارات، نعم. وأجزاء محلية يمنية أخرى أصبحت تعمل لمصلحة دول مثل طرطرة عمان، يعني تشظى وانقسم يعني وإلى آخره يعني نعم. هذا مشهد سيء، وكان يمكن خلال عام أن يتم الاستفادة أكثر من التفتيت الذي حصل في معسكر الإنقلاب وإدماج قطاعات واسعة من المؤتمر في المعركة من أجل استعادة الدولة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور معن دماج الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من تونس. عودة إليك دكتور عبد الباقي، كنا نتحدث يعني نهاية مع الدكتور معن حول المؤتمر، يعني برأيك يعني كيف تقيمه الآن بعد كل التشظي الذي حصل له والانقسام؟ أين هو المؤتمر وما الذي يمكن أن يقدمه؟ طيب دعني أولا أكمل قطعتي عليه، لكن دائما أقول أنه هناك كان فريق آخر يعمل على صهر جماعة صالح ويعمل على، لأن كل الطرفين كان يخطط للإنقضاء على الآخر، الحوثيين مع طول المعركة من دول التحالف لأسباب لها علاقة بمصالحهم طالت المعركة، أدى بالحوثيين بإيجاد مخطط للقضاء على صالح بصهر الجماعات بالسيطرة على، لأن هناك عند فشل الدولة الوطنية تبحث الجماعات عن أي مشاريع ما قبل وطنية، وبالتالي في هذا الفشل الوطني وضعف السلطة وغدر دول التحالف وغدا القطاعات العسكرية التي خذلها صالح بتغير مواقفه بالانخراط في مشروع جبرا أو طوعا أو عقائديا. عموما بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام، نحن نتحدث الكلام، بعض الناس يقول أن كان مفروض إحنا يعني نلم الشمل والمهم نواجه الحوثيين وبالتالي علينا أن نصطف طيب نحن نقول لهؤلاء، نقول أن الاصطفاف يحتاج إلى شجاعة، يحتاج إلى مواجهة، لا يحتاج إلى أن نغالط أنفسنا ونغالط ذاتنا. عليكم أن تتطهروا وطنيا، يعني هناك أخطاء ارتكبت، المؤتمر الشعبي العام ارتكب خطأ وطني كارثي، لأنه كان عبارة عن حزب شخص وكان القرار بيده، وبالتالي هو تحالف مع الحوثيين، هو الذي رفض الدخول مع الأحزاب المعارضة في حوار، رفض صفر العداد، الذي تحدث عن تصفير العداد هو الذي الآن يتحدث ويقول أن صالح صفحة صالح لم تطوى، وما زال نفس الحديث. نحن بحاجة إلى اللحظات التاريخية، تحتاج إلى شجاعة ومصارحة وطنية، وبالتالي يعني على القطاعات المؤتمر الشعبي أن تتحد وأن تتصالح مع ذاتها وأن توقف مواقف شجاعة بالحديث، يعني ليس بالضرورة أن تمجدوا صالح وتمجدوا يعني رئيس المؤتمر يعني من أجل يعني وتريدون الانضمام إلى الشرعية دون الاعتراف بهذه الشرعية. هناك ثورة شبابية، هناك تسليم دولة للحوثيين، هناك خيانة الجمهورية، هناك نهب موارد الدولة، هناك تدمير الدولة الوطنية، هناك تدمير العملية الديمقراطية، هناك تدمير اليمن الموحد بإيجاد حراك جنوبي، وهناك كل هذا الحراك الجنوبي ومطالبه الحوثيين، القاعدة الوهمية، اليمن كجماعة، والآن نحن نعاني من اليمن كجماعة إرهابية، كل هذه من مخرجات علي عبد الله صالح. لم نكن لدينا مؤسسة يعني مناقصات الموارد النفطية، ليس لدينا مكافحة فساد الدستور، عدل هو يعين نائب الرئيس، هو يعزله وفقا للمادة 116 و124، هو الذي لا يمكن محاكمته إلا وفق المادة 128 من الدستور إلا بنصف عدد البرلمان ونصف عدد ولا يحق إحالة القرار إلا بثلثين البرلمان، وهو مسيطر على الثلثين، ومجلس الشورى تبعه الهيئة العامة للفساد، يتم اختيار 30 عضو من مجلس الشورى، مجلس الشورى هو عينه ليختار 11 عضو من البرلمان، والبرلمان المهيمن عليه مجلس السلطة القضائية، يتم تعيين مجلس القضاء الأعلى وفقا للقانون رقم 1/1990 وفق المادة 105 بأنه يعين مجلس القضاء الأعلى، وفي حالة محاكمته من هل سيحاكمه الذي عينه؟ كل هذه يعني هذا البناء الدولة المشوه، كل هذا الخراب، كل هذه العمليات هو الذي أنتجها، ثم ختمها صحيح آخر أيامه خطب عندما حس بالخطر. لذلك
على المؤتمر الشعبي العام كجماعة نحن لا نطلب منه أن نحمله يعني لا تحمله يعني وزير علي عبد الله صالح، لكن عليهم أن يكونوا واضحين. هذا الرجل ارتكب أخطاء، لا يمكن لنا أن نقبل بأسرة عائلية على طريقة كوريا الشمالية. عليكم أن تعودوا بمشروع جديد، أن تتصالحوا مع الماضي، أن تعتذروا عما ارتكبتوا بحق الشعب، لأن الشعب اليمني يموت. لماذا؟ سلمتم الشعب اليمني للحوثيين، سلمتم الجيش الوطني للحوثيين، سلمتم صواريخنا للحوثيين، سلمتم صنعاء وطعنتونا من الظهر، سلمتوا صنعاء تسليم، سلمت صنعاء تسليما وكانت تسلم، وأنا لدي معلومات وكان لدي جماعة في الجيش كانوا يقالوا يوم الانقلاب يوم تسليم صنعاء كانوا يقولوا للأمن المركزي للجيش يقولوا تعاملوا نعم مع يعني مع مع اللجان الوطنية كأصدقاء وكزملاء. نحن دعونا من هذا ذلك إذا أرادوا لو سمحت لو سمحت قطعت لو نقول إذا أرادوا نحن لا نطلب بإقصائهم وهم جزء من الشعب اليمني ولديهم معركة. إذا أرادوا أن يطهروا عليهم أن يواجهوا الحوثيين ولكن بعد المصالحة والمصارحة والشجاعة في تنقية المؤتمر الشعبي العام من كل من خان الوطن وخان الجمهورية. الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.